بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف التاسع، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنشوف التأثير الرابع من الذي يؤدي إلى حدوث تغييرات، وهو عبارة عن تأثير الكهرباء. وإحنا خدنا أول حاجة تأثير الحرارة، ثم تأثير الضوء، ثم تأثير خلط المواد، ثم العامل الرابع وهو عبارة عن تأثير مين؟ تأثير الكهرباء. معروف أن الكهرباء لها تأثيرات مهمة جدا في حياتنا اليومية، ولا نستطيع أن نستغني عن الكهرباء في المنازل أو مدارس أو مستشفيات. والدليل على ذلك لو انقطعت الكهرباء عندنا ساعة واحدة بس في اليوم، سوف يؤدي ذلك إلى حدوث نقول إيه؟ وقف الأعمال المنزلية أو مصانع أو مستشفيات أو منازل أو فإذا الكهرباء بنقول عندنا إيه؟ لها تأثير كبير في حياتنا اليومية. وبالتالي بنقول أول حاجة النهاردة بنشوف تأثيرات الكهرباء، لها ثلاث تأثيرات. التأثير أول تأثير حراري، التأثير الثاني تأثير ضوئي، التأثير الثالث وهو عبارة عن تأثير مغناطيس. وبالتالي نقول للكهرباء ثلاثة تأثيرات. نكتب معقول مع بعض كده، أو للكهرباء ثلاثة تأثيرات. نقسمه كده مع بعض، أول واحد، أول عامل تأثير حراري، اتنين تأثير ضوئي، ثلاثة تأثير مغناطيسي. دول عبارة عن تأثيرات مين؟ الكهرباء. نمسك أول عامل اللي هو التأثير الأول، تأثير حراري. نقول عندي هنا نمسك أولا التأثير الحراري للكهرباء. تأثير حراري إيه للكهرباء؟ نشوف هنا مع بعض. عندي في هذه الحالة نقول مع بعض كده إن الكهرباء بتعمل على تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. والأمثلة على ذلك زي عندي موجود عندي في المكواة، عندي في الميكروويف، عندي في الغلاية، عندي في السشوار. دي كلها عبارة عن أمثلة لأجهزة بيتم استخدام الكهرباء وتحويلها إلى طاقة حرارية، تحويلها إلى إيه؟ طاقة حرارية. فعندي هنا في هذه الحالة بنقول التأثير مين؟ التأثير الحراري. هنا بنقول مع بعض كده أول حاجة نقول تأثير حراري للكهرباء، نقول تستخدم الكهرباء للحصول على الطاقة مين؟ الحرارية. يبقى من طاقة كهربية، طاقة كهربائية س، واحط اقول عليها طاقة مين؟ طاقة حرارية. أمثلة على ذلك، الأمثلة على ذلك بنقول عندي هنا في هذه الحالة الأمثلة على ذلك طاقة كهربية، طاقة حرارية. نقول زي ما عندي في المكواة، الميكروويف، والكتل. عندي دي أمثلة تستخدم من الآلات اللي عندي في البيت. عندي في مكوى، في عندي الكتل، في عندي الميكروويف، في عندي السشوار. كل دي عبارة عن أجهزة كهربية موجودة عندي بيتم تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة مين؟ إلى طاقة حرارية. يبقى نقول مثل أمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك نشوف مع بعض. واحد المكواة، الكتل أو له عليه عبارة عن الغلاية، رقم اتنين، ثلاثة الميكروويف. كل دي عبارة عن أمثلة لأجهزة يتم عن طريقها تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ حرارية. ودي خدناها قبل كده في النص الأول. ثانيا عندي نقول رقم اتنين تأثير مين؟ ضوئي. تأثير ضوئي، تأثير الضوء عندي هنا في هذه الحالة بنقول يتم تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. والطاقة الضوئية عندي هنا بنقول عندي بستخدم يا إما مصابيح، تستخدم سلك التنجستين للحصول على طاقة ضوئية، أو مصابيح النيون أو الفلور اللي هي نقول عليها بحصل منها برضو على طاقة ضوئية. يبقى عندي هنا تأثير ضوئي، بقول تستخدم مصابيح التنجستين أو الفتيلة أو مصباح
النيون للحصول على الطاقة الضوئية. يبقى نقول الطاقة الكهربية سبحصل منها على طاقة ضوئية. طب عندي في مصباح التنجستين هو عليه مصباح ذو الفتيلة، سميه المصباح ذو الفتيلة، والفتيلة دي بتبقى مصنوعة من مادة التنجستين. يقول عندي هنا لو عندي مصباح بالشكل ده بيبقى عندي هنا فيه مصباح زجاجي سلك، عندي هنا قول عليه سلك التنجستين. السلك ده لما يمر فيه تيار كهربي، يمر فيه تيار كهربي يبدأ يسخن ويتوهج وينتج عنه ضوء وحرارة، ينتج عنه ضوء وحرارة. يقول عليه المصباح ذو الفتيلة، ده سميه المصباح ذو الفتيلة. أما النوع الثاني من المصابيح وعليها مصابيح الفلورية أو النيون أو الفلورية، وطبعا في فرق بين الاثنين من حيث أن المصابيح الفلورية دي بتبقى موفرة للطاقة الكهربية، أما المصابيح وعليها ذو الفتيلة أو ذو الانتفاخ الزجاجي دي بتكون مستهلكة للطاقة الكهربية أكتر من المصابيح مين الفلورية أو مصباح النيون عندي في هذه الحالة. يبقى لما يمر التيار الكهربي، بكرر التاني، لما يمر التيار الكهربي في سلك التنجستين يبدأ هذا السلك يسخن، ولما يسخن هذا السلك ينتج عنه ضوء مع انبعاث مين حرارة في هذه الحالة، والحرارة هنا بتبقى دي شديدة أكتر من الحرارة الناتجة من مصباح الفلور عندي هنا في هذه الحالة. النوع الثالث أو التأثير الثالث عندي هنا في هذه الحالة أقول عليه التأثير المغناطيسي، اللي هو بيقول لي عندي هنا في هذا، دايما بيجي عندي في الامتحانات صح أو خطأ، يقول لك عند مرور تيار كهربي في سلك ينشأ عنه مجال مغناطيسي، أو عند مرور تيار كهربي في قضيب من الفولاذ ملفوف حواليه سلك معزول من النحاس الأحمر ينتج عنه برضو تأثير مغناطيسي. في الحالتين أقول عندي هنا التعبيرين دول عندي صح، يبقى عند مرور تيار كهربي في سلك ينتج عنه تأثير مغناطيسي. والدليل على ذلك لو وضعنا بوصلة بجوار هذا السلك اللي يمر فيه التيار الكهربي نلاحظ انحراف إبرة البوصلة بسبب وقوع البوصلة تحت تأثير مجال مغناطيسي للتيار الكهربي. اتنين، عندي برضه لما مرر تيار كهربي في سلك ملفوف على قطعة من الحديد من الفولاذ بينشأ عن ذلك برضه مجال مغناطيسي، وينشأ عن هذا المجال المغناطيسي انجذاب، يا إما ممكن نقول البوصلة أو حركة البوصلة أو برادة الحديد عندي هنا في المجال اللي عندي هنا في هذه الحالة. يبقى عندي التأثير المغناطيسي عندي بقول في عندي هنا في هذه الحالة تأثير، هقول واحد عند مرور تيار كهربي في سلك ينشأ عنه مجال مغناطيسي. برضو رقم اتنين، عند مرور تيار كهربي في سلك ملفوف حول قطعة من الحديد ينشأ عنها أو عنه مجال مغناطيسي. بتخلي بالك من التعبيرين دول لان ده ما بيجيلي في الصح وخطا، التعبير الاول والتعبير الثاني. بتلاحظ التاثير المغناطيسي ده بنلاحظه عنده في اللي هي الاماكن اللي فيها السيارات القديمه او نوع عليها السيارات المستخدمه المستعمل القديمه الغير مستخدمه، نوع عليها مقالب السيارات القديمه. المقالب دي بيكون عندي هنا فيها مغناطيس رفع قوي، بيستخدم مغناطيس كهربي، بيستخدم هذا المغناطيس بينزل على سقف العربية ويستطيع ان هو يرفع هذه السيارة بهذا المغناطيس الكهربي ويرفعها وينقلها من مكان الى مكان اخر. في عندي سوري انا اسف في مقالب الزبالة، لو احب افصل انا عندي علب الكنز اللي هي قول عليها اللي هي من الالومنيوم عن الحديد،
فبنزل برضو بالرفعة ذو المغناطيس عندي هنا في هذه الحالة، بنزلها بتنجذب اللي هي الأجسام الحديدية نحو هذا المغناطيس، ولا يتم انجذاب الألمونيوم أو الأجسام الأخرى نحو هذا المغناطيس. يبقى بقدر بستخدم التأثير المغناطيسي دي في فرز المواد اللي موجودة عندي هنا في هذه الحالة في مقالب، يا إما مقالب نقول عليها المخلفات بتاعة المنازل، أو في مقالب السيارات عندي في هذه الحالة نقول عليها التأثير المغناطيسي. يبقى عندي هنا التأثير الكهربائي زي ما اتفقنا، بنقول عندي له ثلاث تأثيرات: تأثير حراري، ثم التأثير الثاني وهو عبارة عن التأثير الضوئي، والتأثير الثالث وهو عبارة عن التأثير مين؟ المغناطيسي. نشوف كده مع بعض الواجب بتاعنا في الثلاث حالات دول. أقول الواجب المنزلي عندي سين واحد للكهرباء ثلاثة تأثيرات، اذكرها. السؤال الثاني للتيار الكهربي تأثير حراري وضوئي ومغناطيسي، اذكر مثال يوضح كل حالة من الحالات الثلاث. السؤال الثالث علل لماذا يتم استخدام سلك تنجستين في صنع فتيلة المصباح الكهربي. ليه بستخدم أنا سلك التنجستين في صنع فتيلة المصباح الكهربي؟ ودول عبارة عن ثلاث أسئلة عندي هنا في هذه الحالة على الواجب للتأثير المغناطيسي، أو نقول أن الكهرباء تأثير حراري وتأثير ضوئي وتأثير مغناطيسي للكهرباء. وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.